خلال زيارته لمحافظة الدقهلية لتقديم التهنئة لمحافظها وشعبها بمناسبة عيدها القومي 88، افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الإقليم يرافقهما محافظة كفر الشيخ والغربية، افتتحوا المسجد الكبير بمدينة المنصورة. وأعلن وزير الأوقاف أنه تم تخصيص 150 مليون جنيه لصيانة المساجد على مستوى الجمهورية لتظهر بشكل حضري. متابع هذا التقرير. على مساحة 500 متر بمحافظة الدقهلية جاء افتتاح المسجد الكبير بقولونجيل بمدينة المنصورة، والذي افتتحه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعدد من المحافظين. هذا جزء من رسالتنا أن تكون المساجد على المستوى الحضاري الذي يليق بعمار بيوت الله، وبنؤكد أن وزارة الأوقاف في ظهر الدولة وقلبها. وأمس أعلننا عن عدة نقاط، أولها تخصيص 50 مليون جنيه لدعم العمالة الحرفية المهنية اليومية التي تحدث عنها سيادة الرئيس وقال الذي تحتاج إلى دعم، فأطلقنا مبادرة بتخصيص أول 50 مليون جنيه لدعم العمالة الحرفية اليومية عندما يصيبها حاجة، كأن يصيبه ما يقعده عن العمل أو يعوقه عن العمل، سواء كان لسبب ذاتي لا قدر الله كالمرض أو الإصابة أو الحوادث، أو كان ذلك نتيجة ظروف تمر بالعمل تقعده عن العمل. بالتواصل مع رئيس المجلس القومي للمرأة كنا استخرجنا 20,000 بطاقة رقم قومي على نفقة الأوقاف للسيدات المعيلات وغير القدرات حتى يتمكننا من الحصول على حقهن في الدعم المالي أو العيني أو ممارسة ما يتصل بشؤونهن الحياتية. افتتاح لمسجد بمدينة المنصورة أطفى على احتفالات الدقهلية بعيدها القومي بريقا بشكل حضاري يليق ببيت من بيوت الإسلام واعتداله، للاصطفاف مع الشعب المصري خلف قيادته وقواته المسلحة وشرطته الباسلة للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله. أنا متأكد أن الفكر العام ضد هذا الفكر، ولكن التعبير عنه لابد أنه يبقى موجود على أساس ندي رسالة للخارج أن الشعب بجموعه يرفض هذا الفكر ولا ينتمي إليه، ودي حقيقة. يعني 99 وهنقول 999 من 1000 من الشعب المصري لا ينتموا لهذا الفكر اطلاقا. احنا بندافع على كل الجبهات حاليا، احنا مستهدفين من كل الدول اللي موجوده حوالينا، كل حدودنا مفتوحه حوالينا سواء الجانب الشرقي او الغربي او الجنوبي او الشمالي، كلها حدود مفتوحه، فلا بد ان احنا يبقى في وعي كامل، لابد الشعب يبقى عنده وعي كامل ان احنا مستهدفين ان احنا تسقط مصر. وانا بقول لهم مصر عصيه عليكم ان شاء الله بقياده عبد الفتاح السيسي، ان شاء الله هنقدر نبني بلدنا ونبني استقرار بلدنا. إرهاب أسود يأكل الأخضر واليابس، تكاتفت وزارة الأوقاف مع محافظة الدقهلية للتصدي له بإنشاء منبر ديني جديد قادر على تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الكثيرين من أبنائها ليصبحوا قادرين وبحق على دحر الإرهاب الغاشم، يد بيد لبناء غد أفضل لمسيرة التنمية بهذه المحافظة الواعدة.